السلام عليكم. نبارك للعريس أبو رايد ألف مبروك والله يوفقه، كما نشكر الأخ موسى على تغطية الحفل ووفقه الله. بارك للعريس أبو رايد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ما بعد، نبارك للأخ حسن علي أبو رايد مناسبة زواجه بالثالثة، ونتمنى له حياة زوجية سعيدة، ونتمنى أن اللي عنده قدرة من أفراد القبيلة يحذون حذوه، وهذا طيب ويكون فيه بركة في النسل، ويكون برضه تعدد الأنساب. صلى الله وسلم على رسول محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك الأخ حسن ونقول له ألف مبروك، وإن شاء الله بالرفع والبنين والله يوفقه. وكلمة شكر، نشكرك يا أستاذ موسى، والله يوفقك على جهودك والله يعطيك ألف عافية. شكرا. العلي العظيم، الله يبارك لحيسنا هذا الليل ويجمع بيننا بخير ويسعد في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك للأخ حسن علي الزواج، ونقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير. في الحقيقة أبو رايد يستاهل، ورجل طيب والله يسعد ويوفق، أتمنى له التوفيق في حياته الزوجية. وإن شاء الله هو الأول وحنا بعده بأمر الله سبحانه وتعالى، ومبروك مقدم. بسم الله، بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهما في خير. وأبو رايد يستاهل، ورجل ونعم كفو، والله يوفقه إن شاء الله، وإن شاء الله الرابعة إن شاء الله الله يوفقه ويرزقه الذرية الصالحة. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والله يبارك نبارك عليهم جميعا بينهم بخير، وأن الله يوفقه، وأن الله ييسر أمر جميعا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يوفق العريسين، وأن الله يسعد ما بينهم ويوفقهم ويرزقهم بالذر الصالح. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك لهم بارك عليهم. نقول مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم بارك عليهم وأعطيهم من الذرية الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يستر عافيه يا رب، الله مبارك عليهم ان شاء الله ويوقف ايوه الصالح يا رب يعافيه. بارك للعريس في هذه الطيبة، ونقول لها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير، والله يجعلها زواج مبارك وكل إيمان بهم إن شاء الله. نبارك الأخ حسن أبو رايد، والله يوفقه في حياته. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء مبارك لأبو رايد، نقول له ألف مبروك على الثالثة، ولنا حرش علينا لكن ما فيها شيء نسمح له، والف مبروك نقول له. بارك الشيخ أبو رايد ونقول ألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا باسم الجميع نبارك لأخونا أبو رايد على زواجه، ثانيا نقدر على أخواننا الحاضرين أن ينشي صندوق باسم الأخوان اللي يبغون قادرين يتزوجون من الشباب أو الشيبان، فإحنا داعمين لهم، ومن استطيع أن يدعم فإحنا مستعدين بدعمهم لهم. وشكرا. جاهز.
السلام عليكم. ألف مبروك لأبو رايد، نقول له ألف مبروك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله له، بارك الله عليه وجمع بينهما في خير. أبو رايد يستاهل الطيب، عسى الله يوفقه إن شاء الله، وتمنى له حياة سعيدة وبالتوفيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لأخونا العريس أبو رايد، والله يوفقه في حياته، ونقول لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع له وجمع بينهم على الخير، ونسأل الله له التوفيق في حياته الأسرية، والله يوفق جميع الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. نتمنى للأخ حسن حياة سعيدة وبالرفاء والبنين، والله يعطيك العافية موسى، وشكرا على مجهوداتك اللي تقوم بها، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله لهم وجمعهم بينهم على خير، ومبارك لأبو رايد، وإن شاء الله من أحسن لأحسن. نبارك الأخ حسن أبو رايد، ونتمنى له حياة زوجية سعيدة. خير الشعر بداية مقالة، ثم الصلاة على النبي سيد لنا، صلوا على محمد وصحبه وآله، من بعدها سلامة تسليم الإسلام للي حضر في